النهارده هنعمل مع بعض وصفه ايه شاميه شويه، وهي فتت البتنجان. بص، مكونه من ايه؟ بتنجان رومي، بتنجان رومي العادي بتاعنا ده، وبنقطعه مربعات ونحمره بالشكل ده. يبقى احنا عندنا بتنجان رومي محمر، تمام؟ وبعدين عندنا حمص، الحمص ده برضو ضمن الوصفه، في ناس بتحطها وفي ناس لا، بس هي ضمن الوصفه ان انا بحطها يعني زياده قيمه غذائيه، ان هو ده بروتين نباتي، بروتين نباتي. بس احنا عندنا كده كده بروتين حيواني برضو، عندنا قطع من اللحمه صغنونه خالص كده هزود بيها الاكله، تمام. بصل بقى حسب، يعني هعصجها ببصل عادي، لحمه معصجه عاديه خالص، وهحطها مع الحمص والحاجات دي كلها. طبعا عيش شامي ومقطع صغير كده محمرينه. معانا بقى ايه؟ شويه خل، شويه توم، عشان نعمل طشه الفته بتاعتنا احنا بقى شويه كده، نديها ريحة الخل الحلوة اللي احنا بنحبها اللي مع التوم دي. يمكن هي مش الوصفة الشامية او مش بيعملوا فيها الحتة دي، او هم اصلا مش بيحبوا الخل، تمام، بس احنا بنحب الخل فعشان كده هنعملها معاها. وزبادي وطحينة، هوريكم دلوقتي هنعملها مع بعض ازاي. اول حاجة احنا بنجيب بس البتنجان ده ونقطعه مكعبات ونحمره، خلصنا منه. ناخد بقى اللحمة ونعصجها، نعصق، بنعمل الخلطه الثانيه بقى. يعني البتنجان ده مش محتاج ان انا احمره معاكم، سهل خالص ما فيهوش حاجه، انا بقطعه كده واروح محمره وخلاص في شويه زيت. نيجي بقى عشان نعصق اللحمه، نحط شويه زيت او سمنه، بس زيت احسن، صغيرين خالص كده. ممكن احط اللحمه الاول، ممكن احط البصل الاول، بس انا يعني مؤخرا كده بحب احط اللحمه الاول عشان تطير زفرتها. ده عشان الاولاد كبروا وهم صغيرين كذا، احط البصل الاول. فطبعا ايه، انت ممكن تعملي حط البصل الاول، تحطي اللحمه الاول اللي يريحك، حسب ما ياخدوا بقى الاولاد على ايه بالظبط، تمام. اعصجها بقرفه وجنزبيل، ملح وفلفل وقرفه وجنزبيل. تمام، بص كده كل البخار اللي طالع ده، ده زفاره لحمه. انا مسخنه الطاسه قوي قوي، وحطيت شويه الزيت ونزلت اللحمه بفرفرها كده فيها. تمام، هاجي بقى احط قرفه وجنزبيل، بس استنى شويه، بس بتنزل ميه كده، استنى اطيرها الاول شويه. جنزبيل، قرفة، وملح وفلفل. تعصيجة لحمة عادية جدا. في ناس بيحبوا مع الوصفة دي رز أبيض، يحط تحتيها رز أبيض، وفي ناس بيستكفوا بالعيش، فأنا النهاردة اكتفيت بالعيش صراحة يعني. إنما لو حابة تضيفي رز أبيض ضيفي. اجيب البصله، شويه زيت كمان، الثوم، التومه اخدها في النص كده. يعني اشتغلي بقى فوق او في طاسه واسعه زي ما انت عايزه، وابدا احمر التوم في الحته دي، حته اخلي اللحمه كده على الجنب واحمر التومه هنا. حط شويه خل كده قد 3 معالق كبار، واقلب فيها بقى اللحمه كلها، تاخد طعم الطشه بقى كده. اللحمه دي خدت طعم الطشه، تمام. ممكن احط كمان معاها هنا الحمص مسلوق، طبعا نقعاه وسلقاه، نقعاه ليله وبعدين ايه سلقاه. عندي هنا هاخد حوالي كوبايه الا ربع من الطحينه، ماشي، ومعاها معلقتين الخل
وانزل ميه شويه شويه. ياه الطحينه دي حاجه مغذيه جدا 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 اصلا، وبتعملش حموه خالص مع الاكل زي الزبادي كده. لا تمام. حط بقى شويه كمون وشويه ملح وفلفل. بس الملح والفلفل، ممكن شطه كمان. ادي فلفل شويه. يبقى احنا عندنا هنا اللي انا هعمله هنا الاساسي الايه؟ سلطه الطحينه دي اللي هي بالزبادي، وكمان اللحمه المفرومه اللي انا عملت لها الطشه اللي انا عملتها دلوقتي، وحطيت فيها الحمص وحطيت فيها اللحمه المفرومه بالشكل ده. حط طبق من سلطه الطحينه كده اللي بالزبادي والخل والملح والفلفل والشطه والكمون. ماشي. وطبقه من اللحمه اللي حط عليها الحمص. اللي انا عملتها ازاي اللحمه دي؟ انا حطيت زيت على النار وسخن قوي مع الطاسه، وبعدين نزلت اللحمه لوحدها، سبتها لغايه ما طارت كل الزفاره اللي فيها ونزلت ميتها وشربتها. ده بقى البتنجان اللي انا حمرته، طبعا عادي بتحمر عادي خالص، بس قلبيه في شويه دقيق، يعني قلبيه في دقيق كده الاول وبعدين حمريه. طبعا بس ما حبيتش اضيع وقت الحلقه في تحمير البتنجان. هوزع كده البتنجان كده. وبرده اوزع عليها خلطه. احط بقى في الاخر اللحمه كلها اللي فاضله. كده. وعليها سلطه الطحينه برده. مش هكتر عشان تبان بس في التصوير، وانتوا بقى كتروا وانتوا بتاكلوا مصاصه الطحينه، بتبقى حلوه قوي طحينه بالزبادي كده، تحفه جدا جدا جدا. بس